بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنكمل في كورس الريفت استراكشر. هنتكلم النهاردة عن السلالم، نشوف ازاي بنعملها. طبعا السلالم هي حاجة معمارية مش إنشائية. طبعا أول ما نشتغل كنا على طول بنشتغل من قائمة استراكشر، كل شغلنا كان منها. دلوقتي هنشتغل من أركتكتشر، هنجيب ستير نختار ستير باي كومبوننت ستير باي سكتش. هنا بنرسم احنا الستير وحدوده كل حاجة. لو احنا عندنا سكتش جايبينه من الكاد وحاطينه نفس حدود السلم بتاعنا، نحدد المكان اللي السلم هيطلع فيه وترسم. انما هنا لو هنعمل احنا سلم جديد كومبوننت جديده نرسمه من عندنا من ستير باي كومبوننت، كليك عليها كده هيفتح لي ريبو في الاوبشنز بتاعت الايه السلم. هختار رم. هنا اشكال للسلم كتيره، الشكل العادي الستيرنج العادي، وفي اللي هو السبايرال دوت، وفي اللي هو سبايرال بس هو عامل زي الحلزوني، وفي اللي هو حرف ال وفي حرف يو متكامل. عندك حتى البسط هنا عباره عن سلالم. هنشتغل احنا شغالين على طول. اعمل زوم كده على اي مكان، اول ما تضغط في المكان هيرسم فيه السلم هنلاقي عندك بيعد الضرب كده، كده ضربتين تو غيرز اهو اللي احنا شايفين. بقول لك قسمت 3 بقى 14، قسمت 3 بقى كده 13، تمشي كده مثلا. هنقول له عايزين 8 هنا كده، ونمشي شوية ده الفراغ بتاع السلم، نرسم التمانية ايه الباقيين كده. وعرفك من اتجاه السلم كده صعودك كده، تطلع من هنا وتطلع من هنا. ممكن تغير الاتجاه ده، يبقى ده الصعود ودوت الايه ده اتجاه الدخول بتاع السلم وده الخروج بتاع السلم. من هنا كده اللي بينا كده في السهم ضايع هنا ازاي، نفس الكلام من هنا. هنا بقى اللي عاوز تعمل كوبيست عندك تحطها، بقولك عاوز تعمل تريد ولا سترينجر، عاوز تعمل ضغط في السلم داخل، مش عاوز تعمل، عاوز الارتفاع عندك كام 90 سنتي اوكي كده. عندك اهو بص عملها عندك اهي من هنا كده ومن هنا ومن هنا ومن هنا. بص هيديك الدرجات بتاعتك على الدرجات بتاعتك هنا 8 درجات اهوت، وهنا دي رقم 9 ودي رقم كام 16 تمام كده. لو عاوز يعني تظبط في السلم نفسه من ورا من هنا كده، لو عاوز تعمل مثلا المكان ده على شكل قرش كليك بس عليه، اعمل له سيلكت كده واعمل كونفيرت ايديت سكتش. ممكن نمسح دي كده من ديليت ونرسم ارك كده شكل السلم عندنا بالشكل ده تمام اوكي او فينش. السلم عامل كده، ممكن انت تزود في عرض السلم، ممكن تسحبه كده كليك عليه وتسحبه عندك عرض السلم كده زي ما احنا شايفين. ممكن ترجعه تاني يمشي معايا السلم كده اهوت، يقول لي انا اصلا داخل جوه ماشي مع بعض كده. ممكن نفس الكلام هنا، ممكن تسحبه كده كمان، هتسحب شيل شوية درج من هنا وتحطهم هنا كده. عملت العكس شفت هنا ودت هنا، هنا ايه الاتنين زي بعض. ممكن هنا كمان غير فيه من تاني من السكتش زي ما انت عايز تمام. ممكن تزود من هنا كده كده وسع من هنا كده، ممكن ايه تقلل تاني زي ما انت عايز، مش اي مشاكل. ممكن تغير الطول بتاعك اهوت من هنا، لو ضغطت هنا ممكن تغير الطول بتاعك منين من هنا، متر هنا ومتر هنا فينش كده. هنروح عندنا في 3D فيو، هنلاقي السلم بتاعنا زي ما احنا شايفين موجود عندنا اهوت السلم ايه بتاعنا. وليكن بقى عاوزين نكرره على باقي الادوار كلها، هنعمل ايه؟ هنا كده مثلا نختار كل العمليه ديت مع السقف ده كمان مع السلم. وهنعمل ايه؟ خلاص نشيل السلم دلوقتي عشان نفهم ازاي بنكرره. من لوب كوبي بيست وبين سلكت فيو كان ده ليفل واحد ليفل اتنين، نعمل في ليفل اتنين لحد ليفل تسعة اوكي. هيحمل ويكرر عندي ايه المنشأ كله. عم يحمل بس زي ما احنا شايفين كده
المنشأ عندنا اتكرر كل اهوت. هنشوف احنا في ليفل كام، احنا اصلا رسمين السيل عندنا في ليفل كام، في ليفل واحد زي ما احنا شايفين. ده ليفل اتنين، السلم اساسا مش فيه ولا في ليفل تلاتة. هنيجي نعمل ايه بقى؟ نعمل سيلكت السلم كده، نفس الكلام كوبي ويست الله سيلكت فيو من اول التاني لحد ايه تاسع. اوكي هيحمل ويكرر السلم عندي من ليفل زيرو لحد بقولك من واحد لتمانية بس كده. السلم هو اتكرر عندي فين؟ لحد فوق طبعا كده. اللي يطلع السلم هيخرج فين ولا يروح فين دوت؟ لازم اعمل عندي الشافت اللي فين؟ خمسة ده مش عايزه اصلا، او ممكن اعمل سقف زيادة، ممكن اخد ده كده اكرره لاين مفيش اصلا، ممكن امسح ده كده تمام. اجي في الدور التاسع كده اعمل واي فريم الله اوكي كل حاجه صار عندي. هبدا بقى اعمل ايه؟ هبدا اعمل الشافت لحد تحت. هجيب من استراكشر هجيب شافت كده وارسم شافت عندي على حدود السلم كده مثلا من اول هنا لحد فين؟ لحد وليكن مثلا هرسمها بشكل معين كده، هرسمها على شكل السلم. تعملها ازاي؟ بامر لاين كده وارسم من هنا لحد هنا، وبعدين اجيب الارك واعمل مثلا لحد هنا واقعد لحد بره، اجيب لاين تاني وهنا كده واقفل فين خلي البيزل بتاعها وليكن من الليفل كام؟ واحد الله. السريد فيو كده عندي فين؟ موجود هنا بس في واحد. هعملها سيلكت كده واسحبها من تحت لحد فوق. كده الفتحة موجودة معايا من تحت لحد فوق. والسلم واضح احنا شايفين حصل معايا اهوت. لو مش متاكد منه اعمل له سيلكت كده. ودوت متصل من كام؟ من ليفل 8 ليفل 9. هو متصل من ليفل 8 ليفل 9 طالع معايا.